جاي وانا مبسوط وعارف حالي بدي احكي بشهيه عن هذا المشروع. طبيعه هذه الارض مختلفه تماما عن اي قطعه ارض بلبنان. لا بقى تتامل بكرتونه مساعده، فوت على ارضك زرعها وقال من تعبك وعلى جبينك، ما في مجال للمزارع الا يتمسك بارضه اكثر. فكنا نحتاج للمي، علمني كيف بيصيد السمك ولا تعطيني كل يوم سمك. فنادق تعتبر من أكبر البلدات بعكار، منسمع عنها بالأخبار والأخبار مش دايما سعيدة. بيتكل أهل فنادق على الزراعة، ولكن بتعاني من مشكلة مزمنة بالري. كيف عالجت البلدة هالموضوع وشو بعد بينقصها؟ رح نعدل العشرة اليوم مع رئيس بلدية فنادق سميح عبد الحي. كيفك رئيس؟ اهلا وسهلا، اشتقلكم وهي جلسي انا بعتبرها فخر لي. تسلم. كيف فنادق بهالايام؟ فنادق هي دائما بتسال عن امثالك وبتتمنى حضورك. تسلم. وزيارتك لالا. من قصص النجاح يعني بالبلديات بهالايام قصه فنادق وكيف عالجت يعني المشاكل العديده اللي عندها اياها، وخاصه من موضوع الري بهالزمن الازمه اللي عايشينه. خبرنا عن تجربتكم. صراحة فنادق تعرف أنت من أكبر بلدات محافظة عكار كعدد سكان، وطبيعة هذه الأرض مختلفة تماما عن أي قطعة أرض بلبنان لكثافة الغابات الموجودة فيها النادرة والمعمرة. وتمتاز أيضا فوق الغابات أنه هي منطقة زراعية بامتياز. كون منطقة زراعية، كون من أكبر بلدات محافظة عكار عدد سكانها بال50,000، في حرمان، في تقصير. اجت الايام الصعبة اللي هو تم انهيار، بعد ما تم انهيار العملة اللبنانية ما في مجال للمزارع الا يتمسك بارضه اكتر. فكنا نحتاج للمي، لكن اليو ان دي بي عملت لنا بركة مي مساحتها حوالي 10,000 متر، بتساع لحوالي 23,000 متر مكعب مي، عمقة من 2.5 متر، ارتفاع عن سطح البحر 1474 متر، بتروي حوالي 350 هكتار أرض زراعية. هيدي الأراضي ما كانت تشرب مي، كان المزارع شبه يأسان من استخدامها أو زراعتها، لأنه إن زرع قمح ما يطلع بشكل المطلوب، إن زرع حمص لأنه عيهرب من المي ما في مي. بلش المزارع وقت انهار الاقتصاد يزرع، يحاول يزرع هيدي الأرض بالذات بطاطا مثلا، بندورة، لوبيا، بس يزق المي بستار وبدي يشتري ستار المي بمليون او مليونين ليرة. مش عملية. اعطيناها موقع الارض للبلدية، عملتها من المشروع وكان مشروع رائد جدا جدا جدا. وهي اكبر بركة هيدا اليوم بالمنطقة. ما في غير بركة بفنيدي. مساحة فنيدي 45 كيلو متر، لا يوجد بركة مثل هيدي البركة ولا اصغر منها. طب بكل هالسنوات يعني من تاريخ لبنان ليه ولا مرة نعمل بركة؟ فعلا انا عملت يعني رحت على المشروع الاخضر، قدمت طلبات، طلعوا عملوا دراسة، وعدونا بثلاث برك بال2006 و2007. للأسف وتحولت أمور، ما بعرف ليش ما تم إنجاز هذا المشروع. وضع يعني اسم مع مسمى أنه منطقة محرومة، محروم لأبعد حدود، مع العلم من أجمل مناطق لبنان. عمرت البركة وأخيرا، كيف تغيرت حياة البلدة؟ حقيقة تغيرت من عند المزارعين، في أمل، صار في أمل موجود، المزارع انبسط. انعملت البركة ونمدت شبكة المي لأراضي المزارعين. المزارعين، آلاف المزارعين بيستفيدوا منها. بلشوا يزرعوا خضار، فواكه، بلشوا فعلا يشعروا انه نحن ارضنا المي صارت موجودة، معناتها نحن ارضنا صالحة للزراعة والانتاج الزراعي. تغيرت يعني نوعية الزراعة جدا. يعني بتشوف هلأ على الأرض اللوبيا، البندورة، الخيار، الخس، البقدونس، البطاطا، يعني حتى الناس وصلت لوقت مش قادر يشتري بطاطا، يعني مش قادر يشتري. يعني كمية المزروعات والمحاصيل هي بتغطي المنطقة كلها بس أول شيء؟ أو عم تبيعه في منه بينزل على سوق الخضرة بالعبدة،
وفي منه بينبيع بقلب البلدة، وفي منه بيشتروا بعض السواح والزوار لغابات الأموع في فنيدق، بيشتروا هيدي الوضاعة، بيكون في ناس عم بتبيع، وفي ناس بتنبسط وقت بتطلع لفوق بتلاقي انه هيدي البضاعة في منه بدون كيماوي، فيها خير، فيها خير وفيها نكهة وفيها نظافة ومي. هل المشروع نفذ يعني بين 2020 و2021؟ خلال أشهر كان خالص، عم بلش المزارعين يستفيدوا. عم نحكي بعز الأزمة، بعز الأزمة أول ما بلشت الأزمة عملنا حملة اسمه عرق الجبين، يعني بلشنا نحاول بدنا نساعد الناس، وبلشنا نشتري بذور ونوزع للبيوت ونقوي نشدن للهمة تبعهم ونقلن ما حكى جلدك إلا ظفرك، لبقى تتأمل بكرتونة مساعدة، فوت على أرضك زرعها وقال من تعبك وعلى جبينك. وعلى هالأساس هذا كانت الأزمة بهالمرحلة هيدي بهالظروف هيدي كان فيها وجه إيجابي، أنه الناس بدل ما تكون اتكالية على الخارج وتصدير من الخارج صار اعتماده على نفسه، صار عنده قدرة يزرع وياكل من تعبه على جبينه، واللي بفضل عنه عن مونة شتويته يبعتها لسوق الخضرة وبتنباع بأثمان مريحة ومربحة وجيدة. إلا مصدر التفاح، لأنه نحن عنا التفاح مصدر رئيسي بقلب الفنيدق، للأسف ترويجه للبيع عم يكون ضئيل وما عم بياخذ حقه الطبيعي، ونحن بنصدر اكثر من 100 الف صندوق تفاح سنويا. بينباع صندوق التفاح بحوالي 4 دولار 3 دولار، مع العلم بالاسواق كل 4 حبات 5 حبات تفاح حق دولار. نعم، بلكي يعني فيكم تفكروا بشيء يعني صناعات العلاقه بالتفاح. انا مرحبا، ممكن مربى ممتاز، لانه نحن عندنا تعاونية زراعية بفنيدق، أصبحت من أشهر التعاونيات الزراعية بلبنان وإلى تسويق، وبتصدر بعض المنتجات تبعها خارج لبنان باتجاه أوروبا وخاصة دبس الرمان، وفيها مجموعة نسائية رائدة جدا بتحضر جميع الاجتماعات وبتشارك مع جميع الجمعيات، وبتشتغل على إنتاج حوالي 30 منتج زراعي، خل التفاح، عصير التفاح، مربى التفاح، عسل التفاح، ملبن التفاح. هيدا عم بعطيك نموذج الكشك، هيدا في شغل يعني بهذا الاتجاه، في شغل ممتاز. نعم، ورائع جدا. بس انه تتغير نوعية الزراعة من يعني قصص من بدها مي مثل الحمص هيك لخضرة اليوم، وعم بتقول انه العالم عم تتكل على نفسها اكتر، هيدا اكبر تغيير اجتماعي ممكن تشهد المنطقة. انا بكل صراحة جاي وانا مبسوط وعارف حالي بدي احكي بشهية عن هذا المشروع، ومش وحده، بتمنى اي وزارة بلبنان تهتم بالزراعة تدعم فنيدق بأكثر من بركة مياه مثل هيدي البركة، لأنه بيصير في عنا اكتفاء ذاتي، وبيصير في عنا بنقضي على البطالة، وبنقضي على الاعتماد أو الانتظار مساعدات الخارجية لأنه ما بتدوم. علمني كيف بيصيدوا السمك ولا تعطيني كل يوم سمك. نعم، هلأ أنتم بحاجة يعني لبركة، نحن بحاجة مش لبركة تاني وتالت ورابعة وخمسة. ليش؟ مش مبالغة، مساحة أرضي 45 مليون متر، 20 مليون متر زراعي تفاح وفواكه وخضار، 20 مليون متر أشجار وغابات سياحية وبيئية. ما عندي إلا بركة وحدة، وهي هيدي البركة اللي نحن عم نحكي بصددها، وإذا شفت الصور بتشوف قديش موقعها جمالها ارتفاعها. وفي أماكن يعني مناسبة للبلد، في أماكن نحن بس يقولوا لنا نحن عندنا أراضي للبلدية، بنأمن قطعة الأرض، لأنه نحن عندنا مصدرين يعني اقتصاديين اثنين، نعتبر كل عسكري موظف من فنيدق بالمؤسسة العسكرية هو عايش بمدخول خاص لأله ولعائلته وأحيانا لأهله، يا أما عسكري يا أما مزارع، فالزراعة عنا أمر أساسي ورئيسي. رئيس سماح عبد الحي، شكرا لك ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، وتحياتنا لأهل، وبدنا ندوق هالخسات. أنا جاهز، شكرا لك، سعيد جدا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، يعطيك العافية.